وهنا أعلن الويل. هل للويل للذين لا يصلون؟ لا، الذين لا يصلون ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، في جهنم. لكن الويل هنا للمصلين، قيل أن الويل عذاب، وقيل أنه واد من أودية جهنم. سبحان الله، أيجعل الله الويل للمصلين؟ نعم، لأن هؤلاء يصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون. من الذي سهى عن صلاته؟ يدخل في هذا الأمر فئام كثير. أولا المؤخرين لها عن أوقاتها، يدخل وقت العصر ولم يصلي الظهر، يخرج وقت المغرب ولم يصلي العصر، ويجمع الصلوات كما شاء. مثل بعضهم ينام يقول رفع القلم عن ثلاثة. يا حبيبنا، أنت عمرك كله مرفوع القلم عنك؟ تغيب عن الصلوات وما غبت عن الامتحانات وما غبت عن السفريات والطائرات؟ أما لقاء رب الأرض والسماوات فتتأخر فيها وتجمع الصلوات، هذا من الساهين عن الصلاة. من الساهين عن الصلاة الذين لا يحسنون الوضوء. ويل للأعقاب من النار، يتوضأ ولا يحسن ولا يستنزه من البول ولا يصل إلى المرفق، والأعقاب آخر القدم ما غسلت، هذا عن صلاته ساهل. ومن الساهين عن الصلاة يقف أمام الله ولا يستشعر القيام بين يديه، ولذلك لا يدري كم صلى ولا يدري ما الإمام قرأ، ودائما يكره الإمام الذي يطيل به بالوقوف أمام الله. وتلاحظون في صلاة التراويح أجمل إمام عندنا وهو اللي يسرع سرعة بعضهم يخل بها، هذا من السهو في الصلاة. ومن السهو في الصلاة عدم الاهتمام بالسكينة والخشوع في أركانها، ينقرها نقرا. حبيبنا رأى رجلا يسمى في السنة الرجل المسيء في صلاته، يركع يسجد مباشرة يرفع، دعاه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. واحد السلف لما رأى رجل يستعجل في الصلاة سمع الله الله أكبر، قال منذ متى تصلي هذه الصلاة؟ قال من 40 عام. قال من 40 عام لم ترفع لك صلاة. الخشوع وسكون النفس وطمأنينتها. بعضهم يسجد على طرف أنفه حتى لا ينطعج وينثني مرزامه، وبعضهم إذا سجد رفع قدميه، وبعضهم لو أطال الإمام لضجر وهو بين يدي الله، مع أن الإمام يجب أن يخفف في الصلاة المفروضة، لكن هذا لا يحب الصلاة أن تطال. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهنا إياك أن تقف في هذه الآية قبل أن تكمل التي بعدها. بعضهم يقول فويل للمصلين ثم يسكت، ويحك. إذا نصلي وبنروح للنار، إذا لماذا نصلي؟ لا، الوصف هنا للذين هم عن صلاتهم ساهون. ترك الصلاة عند بعض أهل العلم عمدا ولو مرة واحدة قد يودي بالعمل فيحبطه. الله يجعلنا وإياكم ممن أقام الصلاة.